قبل أيام دعاك السيد المالكي على الغداء وتغديت ويا أبو أسراء. أنا أعرف أنت من تقعد ويا الولد تحكي طق بطق صريح وياهم. ما قلت له يابا مو كافي عاد، دعونا نجرب رؤية سياسية جديدة. أنتوا أعملوا مراجعة لأخطائكم، اعترفوا بالذنوب التي اقترفتموها، روحوا للمعارضة وخلي السيد يشكل حكومة، اللي ما عجبكم شيلوه بالآليات البرلمانية. أستاذ نجم اسمح لي أقول لك، إحنا ما عدنا ثقافة معارضة بالعراق. يروح للمعارضة هذا يتهم بالعمالة ويتهم بالإرهاب ويتهم بأنواع وأشكال مثل ما شفنا وده نشوف. ما عدنا ثقافة معارضة بشكل أنه سليم، وأنه المعارضة تقدر تمارس دورها كمعارضة بناءة. ما عدنا هالدورة، ما عدنا هالثقافة هاي إلى حد الآن، لأن تعرف حضرتك يعني إحنا من أنا من ارتضيت وتحت الضغط اللي صار على العراق أنه نتنازل عن استحقاقنا بسبب الموقف الأمريكي والإيراني. نعم. هذا لا يعني أنه إحنا فرطنا بحقوق العراق، وإنما لمصلحة الشعب العراقي تراجعنا وخلص، خلص هاي ما زعلنا ولا انقهرنا، لأن اعتبرنا هذا غدر بالشعب العراقي وغدر بإرادة الشعب العراقي. الآن أنا قلت للأخ المالكي والخزعلي وإلى آخره والآخرين أنه إحنا ليس في صدد الخصام بيناتنا. نعم. إحنا في صدد بناء مشروع يتسع لكل العراقيين أولا، ويؤدي غرضه في تحقيق تقدم العراق واستقراره وأمنه. هذا المشروع يا أخي أحد يناقشه؟ لو بس تناقشون على من يصير مسؤول ومن يصير وزير ومن يصير رئيس وزراء ومن يصير بايسكلتشي وإلى آخره، شنو القضية هاي؟ مكافي عاد. أنا بالنسبة لي أنا ما عازف عن أي مسؤولية أنا شخصيا، والحمد لله علاقتي بالكل جيدة، وما عندي علاقات بيها مشاكل، لأني مؤمن بهذا العراق وأن يكون هذا العراق وطن لجميع العراقيين بغض النظر سني شيعي كردي تركماني إلى آخره، كل هذا محل العراقيين مسيحي مسلم. لهذا أنا أعتقد الأزمة يجب أن نفوت الفرصة على من يحاول إثارة أزمات بالعراق، وأن نبني مشروعا سياسيا يتسع لكل العراق ويداوي حاجة العراق إلى التقدم ويحقق حاجة العراق إلى التقدم والسلام والاستقرار.